بسم الله بابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من متى 7 عدد 7. الكتاب المقدس يعلمنا، يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مبارك اسمك يا رب. طبعا لو احنا نلاحظ، هاي الآية موجودة في إنجيل متى، وأيضا موجودة في إنجيل لوقا، لوقا 10، لوقا 11 عدد 9. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مبارك اسمك يا رب. نرجع للتأمل الصغير يجي مع آية اليوم، هو الله يريدنا أن نسعى لبركاته. هذا ليس لأنه يريد أن يتلاعب بحياتنا، بل لأنه يتوقع أن يباركنا ويجعلنا نعرف أن الهبات التي في حياتنا تأتي منه. آمين. لذا فلنسعى لوجوده ونعمته وبركاته. آمين. نقدر نقسم هاي الآية أخوتي الأحبة إلى 3 أقسام: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لو نجي على الجزء الثالث اللي يقول اقرعوا يفتح لكم، هنا الرب يسوع يقول لنا اقرع الباب، لا تخاف. يعطيك جرأة، يعطيك قوة من روح القدس. يقول لك لا تخاف تفتح الباب. هو ولا يقول لك اقرع، بس يقول لك افتح لي الباب. يقول لك افتح لي الباب وادخل في قلبك، واليوم اتعشى معك واعطيك راحة أبدية. اعطيك راحة أبدية. الجزء الأول من الآية هو يقول لك اسألوا تعطوا. هنا موجودة هنا في عهد القديم في سفر الملوك الثاني 22 آية 13. يقول الكتاب: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهودا، من أجل كلام، من جهة كلام هذا السفر. فإحنا نلاحظ في الجزء الأول من هاي الآية أيضا، ويقول لك اذهبوا واسألوا الرب لأجلي. اسأل الرب شنو يعني؟ تقدر تتكلم مع المسيح له المجد، تتكلم عنك كصديق. لهذا السبب، لأنه الرب يسوع تجسد ويسمر خطايانا كلها على الصليب، وأخذ أتعابنا ومات من أجلنا وقام من أجلنا، على ما كنا خلاص ومصربين، لأنه نقدر نشوف الرب يسوع، نشوف شخص، شوف الرب في الله، في شخص يسوع. اسأل، اطلب من عنده همومك، تكلم مع صديق، كأنه تتكلم مع صديق، وصدقني هو راح يجابك ويتكلم معك في طريقة، يجابك في طريقة ما، عن طريق عمل، عن طريق مشكلة، عن طريق حل، عن طريق الأولاد، نوعا ما بتكلم معه. لا تخاف تكلم معه، هو موجود يما. اقول لك 2 3 يتكلمون في اسمي، اني اكون موجود بالنص. اقول لك ايش ما تطلبون من الاب باسمي يعطى لكم. اطلب من الاب باسم المسيح، تكلم مع المسيح. الصلاه تجي مع ايه اليوم: ابي العزيز، انا احتاج بركاتك وارشادك، من فضلك باركني في عده مناطق تثقل على قلبي. شارك مع الله بعض الأشياء التي تثقل على قلبك، تكلم معاه. وبالإضافة لذلك: يا أبي أحتاج لحكمتك في الأمور التالية. وأخيرا يا الله، من فضلك اجعل حياتك في حياتي واضحة جدا لهذا الأسبوع، أن لا أشك بمحبتك لي، لكنني أحتاج حقا أن أضمن قربك بينما أواجه التحديات في هذا الوقت. باسم يسوع ربي ومخلصي أصلي، آمين. وترحب ربي يبارككم وربي يقويكم، ونشوفكم فيديو ثاني أسبوعا على خير. وGood night.